في السياق ذاته قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس السيسي سوف يشارك في قمة بريكس بلس، والتي تضم بالإضافة إلى الدول الأعضاء في بريكس الدول والمنظمات الدولية المؤثرة والصديقة للتجمع، حيث سيؤكد السيد الرئيس أهمية اجتماعات بريكس بلس في تعزيز التعاون جنوب جنوب. من المقرر كذلك أن يلتقي رئيس السيسي مع رئيس الروسي فلاديمير بوتين وعدد من الرؤساء والزعماء المشاركين بالقمة لبحث العلاقات الثنائية بين مصر وهذه الدول والأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. تنضم إلينا عبر الهاتف دكتور نورهان الشيخ، أستاذ العلوم السياسية. دكتور نورهان مساء الخير. مساء النور عليك استاذة شيرين، اهلا بيكي. اهلا بيكي. يعني لو ممكن تعطينا رؤيتك للقضايا المطروحة امام قمة البريكس في اول مشاركة لمصر بعد انضمامها. يعني هي الحقيقة القضايا ليها شقين، شق اقتصادي يتعلق بالفعل بتنمية العلاقات الاقتصادية بين دول بريكس، التحول الى عملات وطنية، نظام جديد للتحويلات المالية، تعزيز طبعا البنك بريكس وصندوق الاحتياط اللي تم تدشينهم في 2015، وكلها قضايا اقتصادية في غاية الأهمية. والحقيقة مصر لعبت دور مهم جدا في طرح قضية ربما لم تكن على أجندة بريكس من قبل، اللي هي قضية التغيرات المناخية. نعم. وأهمية الوفاء بما تم بالالتزامات الدولية اللي تم الالتزام بها في كوب 27 اللي استقبلته واستضافته مصر، واللي كان من أهمها مسؤولية القوى الكبرى عموما اقتصاديا. نعم. على دعم الدول الجنوب يعني تطوير او التنميه في اطار صديق للبيئه، وبالذات طبعا فئه الهيدروجين الاخضر والطاقه الجديده والمتجدده. التحديات في منطقتنا بتفرض نفسها بشكل كبير على يعني ما سيطرحه السيد الرئيس، وعلى اكيد مناقشات هذه القمه الاوضاع السياسيه تحديدا. بالظبط. في رايك قد ايه التقارب بين هذه الجهات اللي بتجتمع اليوم في قزان؟ زي ما حضرتك تفضلتي يا استاذ شيرين، هي الاول مره بالفعل قمه بريكس يبقى على اجندتها موضوع سياسي بهذه القوه وبهذه الوضوح والاعلان. يعني لم يسبق طبعا كان في بعض القضايا السياسيه كان بيتم مناقشتها، لكن كان بتاخد حيز هامشي. نعم. حقيقة للمره الاولى بيكون فعلا في حيز هام جدا للقضايا السياسيه، وهذا الحيز الحقيقه بيكتسب اهميته من ان عدد الحقيقه من قاده المنطقه وفي مقدمتهم طبعا فخامه الرئيس السيسي الى جانب الرئيس الفلسطيني، وبالتاكيد طبعا الامارات والسعوديه وغيرها من الدول الكبرى والمهمه، الى جانب مشاركه الرئيس الايراني، لانه ايران يعني كما حضرتك تعلمين يعني فاعل مؤثر. صحيح. ايضا الرئيس التركي موجود رغم ان هو ليس عضوا بعد في يعني قمه بريكس، وبالتالي كل الاطراف الاقليميه تقريبا ممثله وموجوده، وده بيتيح فرصه للحوار ولبلوره بقى رؤيه للخروج من هذه الازمات. قمة مهمة جدا سنتابعها على مدار أيام انعقادها. أشكرك شكرا جزيلا دكتورة نورهان الشيخ، أستاذ العلوم السياسية.